لجان القدس. يقام هذا العام تحت شعار أصوات الحرية. يعمل على تنظيمه مركز يابوس الثقافي للسنة 22 على التوالي، بمشاركة فرق فنية، فنانين موسيقيين وراقصين فلسطينيين وعالميين داخل أسوار مدينة القدس، وذلك لتبقى أصوات أهلها عالية تنشد للحرية بكل أشكالها، من حرية الحركة وحرية التعبير وحرية الفنون بكل أشكالها، والحرية من الاحتلال. لجان القدس اللي افتتحناه بالأمس بافتتاح قاعة فيصل الحسيني بإنتاج فني خاص قدمناه خصيصاً وصمم لافتتاح القاعة، وأيضاً بستمر اليوم مع فرقة يللان اللي قدمت عرض مميز بأغاني وطنية وعربية وملتزمة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير بحضور كامل بقاعة فيصل الحسيني. يتميز المهرجان بتنوع الفرق المشاركة فيه، من مسرح وموسيقى جاز وإطلاق كتب وموسيقى عربية، وهذا لتلبية أذواق المجتمع المقدسي. وقد قدمت فرقة يللان بمشاركة 7 مغنيين وثمانية عازفين على آلات موسيقية شرقية مجموعة من أغاني ألبومها الجديد حان الآن، إضافة إلى أغاني من التراث الفلسطيني وأخرى لسيد درويش. من وجهة نظري اليوم بقول أن هذه كانت على بداية جديدة للحركة الثقافية في القدس، وأتأمل أنها تكون أعمدة وتكون قلعة من قلاع الفكرة الثقافية، لأن الثقافة بالنسبة لي هي أحد أركان الصمود في القدس بشكل أساسي. عشان هيك ندعو كل فلسطيني وكل إنسان مؤمن بالحرية أنه كيف يدعم هذه النشاطات حتى يدعم صمود القدس ونضل أعزاء في بلدنا. استمرت فعاليات المهرجان حتى يوم الجمعة، ويؤكد القائمون عليه على أهمية المواصلة في هذا النشاط الثقافي والفني الفلسطيني في مدينة القدس وداخل أسوارها القديمة، مما يساهم في إبراز هويتها الفلسطينية، كما يساهم أيضاً بتعزيز صمود سكانها الأصليين. إذن مباركي هاي الجهود، مبروك المهرجان اللي انتهى في القدس، وأيضا مبروك افتتاح القاعة الجديدة لمركز يابوس. صور كانت مؤثرة كتير، تحياتنا أيضا لكل الطاقم، ولكن رح نأخذ من الطاقم المنسقة الإعلامية لمهرجان القدس هبة أصلا عبر الخط الهاتفي. سعد صباحك يا هبة. صباحكم والله يبارك فيكم. يعني في البداية لابد أنه نسأل عن أهمية المهرجان وأهمية ورمزية شعار المهرجان أصوات الحرية من القدس. يعني أهمية المهرجان بتكمن أنه القدس وأهل القدس عطشانين لمثل هاي الفعاليات في المدينة، خصوصا انه تضييقات الاحتلال يوم عن يوم عم بتزيد وبشكل ممنهج، وبالتالي كان لابد مثل ما ذكر التقرير انه نعيد ونجدد نشاط الحياه الثقافيه في المدينه، خصوصا انه العام الماضي تم الغاء المهرجان الدوره 23 للمهرجان بسبب هبه البوابات والالكترونيه اللي تم نصبها على ابواب المسجد الاقصى، وبالتالي للاسف احنا افتتحنا اول يوم وثاني يوم اضطرينا انه نعلن عن الغاء المهرجان، وبالتالي اهل القدس يعني تواقين ليطلعوا على الثقافات الجديده من خلال الفرق اللي احنا بنقدمها خلال المهرجان، واهميته كمان انه بيلغي الحدود وبيلغي كل الحواجز والمعيقات اللي بيضعها الاحتلال اللي بيحاول يطمس هويتنا الثقافيه العربيه والفلسطينيه في مدينه القدس. يعني بتصور انه الثقافه احد الاسلحه التي بقيت لنا في المدينة حتى يعني ندافع عن حقوقنا من خلالها بدون شك. هبة، وقبل ما نتحدث عن الجمهور الرائع اللي كان متواجد، تعال نحكي شوي عن المضامين، عن نوعية العروض اللي تم اختيارها. طبعا عروض فلسطينية وأيضا من العالم، كان في فرق مشاركة، أعطينا نبذة أو فكرة عن الموضوع. صحيح، بداية افتتاح قاعة الشهيد الراحل فيصل الحسيني تم إنتاج أو عمل فني خاص
تم تصميمه من قبل مدير المعهد الوطني للموسيقى الأستاذ سهيل خوري. طبعا نوجه له تحية لأنه الجهود اللي قدمها كانت أكثر من رائعة ومبهرة لكل من حضر حفل الافتتاح. طبعا هاي الأمسية كانت يعني قدمنا خلالها مجموعة من العروض المتنوعة اللي جمعت ما بين الموسيقى والغنى والرقص والمسرح. قدموها الفرق المشاركة بشكل استعراضي على منصة المسرح، وكانوا يعني كان افتتاحية لقاعة بتحمل وبتخلد اسم مناضل فلسطيني قدم الكثير لمدينة القدس. أما بالنسبة للفرق المشاركة يعني دائما مركز يبوس الثقافي في كل عام بحرص على أنه البرنامج الذي يقدم يكون منوع بحيث أنه يعني يلبي يعني كل رغبات الجمهور المقدسي من خلال الفرق اللي بيستجلبها وبيستضيفها في أيام المهرجان. وبالتأكيد إحنا بنحرص على انه يكون في مشاركه محليه، لانه احد اهم ادوارنا انه احنا ندعم هاي الطاقات الفلسطينيه اللي موجوده عندنا. طبعا نعم هبة، بالفعل يعني يعطيكوا ألف عافية. في النهاية لابد أنه نسأل سؤال بشقين، عن الحرية وللحرية أقمتوا هذا المهرجان. بدي أسمع شوي عن الأصداء من الجمهور اللي سمعتوها بعد العروض وبعد انتهاء المهرجان، وأيضا عن فعاليات ربما ونشاطات قادمة رح يقوم فيها مركز يبوس في البلدة القديمة. صحيح، يعني الأصداء وردود الأفعال كانت جدا جميلة، وبتصور الأعداد الكبيرة من رواد المهرجان اللي زاروا فعاليات المهرجان اللي كانت يعني جزء منها كمان مخصص للأطفال، وهي جدا مهمة في مدينة تفتقد الأماكن الترفيهية للأطفال. فكنا حريصين برضو على أنه نلبي رغباتهم. الأطفال الكبار الجميع كان فرح ومبسوط بما قدمناه من فعاليات، وبتصور يمكن لو كانت أيام المهرجان أطول كان يعني الجمهور المقدسي ما رح يشعر بالملل، بالعكس رح يكون يعني حاضر وبشكل مكثف. بالنسبة ل يعني البرامج القادمة إن شاء الله، يعني دائما مركز يبوس الثقافي في وسط مدينة القدس هو مفتوح للجميع. حاليا يعني بلشنا تحضيرات فعليا لمهرجان القدس 2019، بلشنا نفكر بالفرق اللي رح نستضيفها خلال العام القادم، بلشنا نضع الخطوط العريضة للمهرجان. وبالتأكيد يعني عادة بيكون في عنا فعاليات ثقافية، إصدار كتب مثل ما كان أيضا في المهرجان مجموعة من إطلاق الكتب لكتاب فلسطينيين منهم ناشئين ومنهم قدامى. وبالتالي يعني كل الفعاليات متوقعة في مركز يبوس الثقافي، وبنتأمل أنه دائما أنه نكون عند حسن ظن الجمهور المقدسي والجمهور الفلسطيني بشكل عام. تحياتنا لكم بالفعل لجميع طاقم هبة أصلان المنسقة الإعلامية لمهرجان القدس بدورته 23. تحياتنا بالفعل لكل الطاقم على هذا المجهود الرائع على إقامة هذا المهرجان بعد ما تم تأجيله أو إلغائه في العام الماضي. وإحنا طبعا متأكدين من ذوق أيضا الجمهور المقدسي وتلهفه وشغفه لعروض من هذا النوع، وأهمية أيضا استجلاب واستقدام فرق من خارج البلاد لتكون في مدينة القدس المحتلة.